خليفة بقى معانا دلوقتي على التليفون. مساء الخير عليك يا خليفة. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ خليفة انت طبعا يعني رغم انك صغير في السن لكن خليني اقول اعمال كتيرة جدا ليك ناجحة. يعني خليني اتكلم عن المهرجان وعن مشاركتك فيه وهذا الافتتاح خليني اقول الكبير جدا جدا اللي لقى استحسان كبير جدا من كل الناس على السوشيال ميديا. مصطفى قال كل حاجة صح؟ لا ما يعني لسه، لا لسه عندنا الحته الاخراجيه بقى من عندك. ازاي قدرت تنظم كل حاجه؟ خليني اقول اون تايم كده، ازاي طلعت يعني؟ كان لسه مصطفى بيقول الشاشات معموله خصيصا، الجرافيكس دي معموله خصيصا للحفله، فكرت ازاي هتطلع البرودكت ده في الاخر عامل ازاي؟ احكي لي. هو اهم حاجه طبعا في التجربه اللي فيها لايف او مسرحيه هي غير ان انا يعني احنا دايما بنشتغل في السينما وكده بطريقه ثانيه، ان في الاخر في مونتاج، لكن التجربه على المسرح تختلف، ان لازم يبقى في فلو زي ما بيقولوا، يعني ما ينفعش الجمهور يحس ان في اي حاجه بتقطع او اي حاجه مش ماشيه مع بعضيها. هي مره واحده في لحظه واحده زي ما بيقولوا كده عندنا في مصر، يا تطيب يا تخيب. ففي نفس الوقت هو ان انت تقدر ان انت تعمل زي ما حضرتك بتقولي سينك كل حاجه مع بعض. هو دي هي دي التركية بتاعت المسرح. المسرح المره دي مختلفه تماما، وبالنسبه لي هي تجربه مختلفه، مع ان ده كان حلم بالنسبه لي ان انا اعمله. يعني انا بشكر استاذ بلال التراوي واستاذه منى عبد الوهاب وشركه متحده على الموضوع ده الصراحه. ان ازاي يكون عندك مسرح ما فيهوش اي كرات، كله شاشه، والتكنولوجيا دي طبعا بتستخدم بره على طول يعني في كل الوقت، لان معظم الحفلات بره او الحفلات الكبيره كمان يعني دي كان، خليني اقول دي كانت فكرتك وهم كانوا عندهم استعداد ان هم ينفذوها على طول. يعني كانت هي الصراحه كانت فكرتهم هم ان هم ازاي الشركه اللي نفذت والشركه المتحده، ان هم اختاروا التصميم قبل ما انا اجي على الموضوع الصراحه. ودي كانت فكره ذكيه جدا، ان هو ده برضو بيخلي ان انت عندك مساحه كبيره جدا ان انت تدخل المشاهد او الحضور في عوالم مختلفه وتقدر تتحكم فيها. الديكورات شويه بتحددك، بس طبعا الموضوع ما بيبقاش سهل، لان ده كم جرافيكس على سكيل كبير جدا جدا جدا. ولازم الجرافيكس تبقى كمان ليها علاقه باللي بيحصل على المسرح، ان هما الاثنين بيكملوا بعض. فاحنا ابتدينا الفكره من ان انا قلت طب ماشي، طب احنا دلوقتي بنتكلم عن فلسطين، لازم نعمل حاجه تبقى انترناشونال، ما تبقاش حاجه لوكال مفهومه لينا كعرب بس، وفي نفس الوقت ان هي برضو تكون في السياق بتاع ان احنا نكون جزء منها، من الحدوته. ولازم المشاهد مش بس يكون في عنصر ابهار ليه، لازم يكون في مشاعر يقدر يحس بيها عشان يقدر يخش جوه الحدث. فابتدينا ان احنا نعمل حدوته واحده زي ما بيقولوا كده ميوزيكال صغيره. الميوزيكال اللي هي بدايه ونصف ونهايه، زي اي مشروع فني يعني. وفي نفس الوقت استعنا ببنت هايله 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 طبعا، اسمها رنا ارناؤوط، هي جرافيك ديزاين ارتست. وابتدينا وجبنا الراقصين، وجبنا خديجه الارقان اللي هي كانت مصممه الرقصات، وجبنا كمان استاذ مصطفى الحلواني طبعا، ومروه عبد السميع، استاذ مازن المتجول مدير التصوير. وابتدينا نشتغل مع بعض ان احنا ازاي نقدر في افتتاح يكون مدته في فتره تحضير مش كبيره، وافتتاح مدته مش ما يكونش ان ده افتتاح برضو لمهرجان غنائي، مش افتتاح لمهرجان سينمائي. فلازم يكون الغنى والمزيكا جزء كبير جدا منه، ولازم ما يكونش مدته طويله. وازاي ان احنا نقدر نعمل حاجه اون انترناشونال ستاندرد عشان تبقى حاجه طبعا مشرفه، ان ده مهرجان كبير والامكانيات اللي موفرها لنا الشركه المنتجه امكانيات كبيره. فابتدينا نشتغل من هنا وبنينا الحدوته، ان مصطفى يطلع الاول وبعد كده نخش على فيا فرنسيس زي ما مصطفى قال، ويبقى ما كان معانا 70 راقص. 70 راقص دول عايز اقول لك ان هم في فتره قصيره قوي قدروا ان هم كلهم يتعلموا الرقصه ويعملوها. وبعد كده طبعا دينا الوديدي يعني غني عن التعريف دخلت وغنت اغنيه كوبليه كده، اغنيه دقيقتين، اغنيه معبره جدا وكلامها معبر جدا، كان فيها دعاء حتى. واعتقد ان هو ده كان يعني كان خير الختام يعني.
حاجة في الحقيقة يا خليفة ولا أروع ولا أجمل، كل حاجة معمولة في وقتها بالظبط. الفيجوالز، الراقصين، الأداء، صوت دينا كمان، المسج اللي انتوا أو الرسالة اللي انتوا وصلتوها في الآخر. وخليني أقول إنه الجميل إنك قدرت توصل يعني رسالة فنية أو ميوزيكال زي ما انت كنت لسه بتقول على حاجة في الحقيقة وجع قلوبنا. يعني اللي بيحصل في غزة أكيد واجع قلوبنا كلنا، لكن لما نشوف حاجة أو الرسائل اللي كل شوية بيقدمها الفن دي بتفكر الناس كل شوية بالقضية الفلسطينية واللي بيحصل في غزة، وفي نفس الوقت أنت ما بتعملهاش بطريقة مأساوية، لا أنت بتقدمها بطريقة تجذب الناس، لكن زي ما أنت قلت تتحرك المشاعر. هو كمان لازم المحتوى يبقى صادق، وده كان محتوى صادق قوي، هو ده أهم حاجة. يعني كل الحاجات التانية وإحنا كمان كل ده دي مكملة، بس هو المحتوى صادق جدا فهيوصل للناس بسرعة جدا. أكيد هو وصل لنا فعلا، وإحساس دينا كمان أضاف لفتة لطيفة قوي على كل الحدث، الحدث كل حاجة فيه كانت حلوة. بنشكرك على المهنية دي يا محمد يا خليفة. الناس كلها اشتغلت بصراحة، يعني أكيد. هو أنا عارف الكلام ده بيتقال كتير في التلفزيون، بس هو فعلا الناس كلها اشتغلت، الناس كلها تعبت، وده مهرجان كبير وفي فرصة كبيرة قوي، وأنا شايف إن 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 أي حد هيروح يحضر الحفلات اللي هتحصل في المهرجان، وأنا مش بدعو بس للمهرجان، بس أنا بقول الحقيقة يعني إن اكسبيرينس مختلفة، تجربة مختلفة فعلا. ليك أي أعمال تانية يا خليفة في المهرجان في اللي جاي؟ إن شاء الله. إن شاء الله، شكلك مش عايز تغششنا حاجة بس تمام. لا هو يعني دي حاجة ما ترجعليش أنا يعني. إن شاء الله. ان شاء الله خير، بس طبعا في مفاجآت في المهرجان ده اكيد، فنانين كبار كمان. احنا من هنا اكيد هنعرض المفاجآت دي. بنشكرك المخرج محمد خليفة، مخرج حفل افتتاح مهرجان العالمين.